بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولا ظهر الدور كلها امين. درسنا المره اللي فاتت نقطه خلاف حيويه، وهو قول القديس كيرلس والبابا اثناسيوس: طبيعه واحده لله الكلم المتجسد، أو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة. وشفنا إزاي بيساء تفسيرها أو بيؤول تفسيرها علشان تصب في النهاية لتحقيق الهدف المنشود بالنسبة للخلق الدنيين في ذلك الوقت، إنها تكون متوافقة مع عقيدة خلق دنيا الخاصة بالطبعتين. من الحاجات اللي بقى فيها نقط خلاف أخرى من أقوال البابا كيرلس تعبير الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. تعبير الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. تعبير الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي من أهم التعبيرات أو المصطلحات اللي استخدمها البابا كيرلس عمود الدين. ودخل من ضمن المصطلحات اللاهوتية الكريستولوجية اللي هي زي ما قلنا لم تسلم من أيادي التأويل والتفسير بطريقة مختلفة عن اللي استخدمها بيها البابا كيرلس. وده تم بعد خلق دنيا وبصفة خاصة في الفترة بتاعت يوستينيانوس زي ما قلنا، اللي هي قبل المجمع الخلقدوني الخامس. الخلقدونيين يستخدموا تعبير الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي كتعبيرين مترادفين، ويطبقوها بطريقة يعني خاصة بيهم هما، بخلاف اللي قال بيه البابا كيرلس واللي استمر ساري وبيستخدم بنفس المعنى الآبائي الأصيل في الكنيسة الأرثوذكسية. احنا بالنسبة لنا التعبيرين دول مش مترادفان لكن متلازمان ومتزامنان. يعني طالما في اتحاد طبيعي يبقى لابد في اتحاد اقنومي، وفي الوقت اللي هيتم فيه الاتحاد الطبيعي هيتم فيه الاتحاد الاقنومي. عشان كده لما ابانا بيستخدموها بطريقه يبدو فيها الترادف، لان بيبقى فيه تلازم، فاحيانا واحده تؤدي الغرض للتانيه، واحيانا كتير بيقولوا الاتنين مع بعض، زي ما بيقولوا مثلا طبيعه واحده واقنوم واحد، ما يقولوش او اقنوم واحد. فممكن يقولوا طبيعه واحده تلقائيا هيبقوا قاصدين برضه واقنوم واحد. لو قالوا اقنوم واحد يبقى بالتبعيه يبقى اقنوم واحد وطبيعه واحده. فمفهوم التعبيرين دول برضو بالنسبة لنا متلازم ومتزامن. تعبير الطبيعة الواحدة من طبيعتين تعبير آبائي قديم اشتهر أكتر في الفترة بتاع البابا كيرلس عشان بدعة نسطور ومن بعده خلق دنيا، لكن آبائنا كانوا بيستخدموه منذ القديم.
ودي بشهادة بعض العلماء والدارسين الخلقدونيين أنفسهم. سيلرز يقول في خلق دنيا: لا أعتقد بأن قبول تحديدها الإيماني يحمل معه رفض لصياغة من طبيعتين التي كانت مألوفة للشرقيين لقرون. اللي عايز أقوله هنا شهادة سيلر إن هذا التعبير مألوف من قرون فاتت، يعني مش البابا كيرلس حتى هو اللي حطوا ألفوا أو ابتدعوا أو صاغوا. في قول حلو للبابا ديسكوروس ذكروا سيلرز أيضا، بيقول: إنني معي كتابات، ده القول اللي قاله البابا ديسكوروس في خلق دنيا، قال: إنني معي كتابات الآباء الأثناسيوس وغرغوريوس وكيرلس بشأن أنه من بعد التجسد لا يوجد طبيعتين ولكن طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. آبائنا دايما كانوا بينظروا لتعبير طبيعتين أنه تعبير نسطوري. بعد كده في خلق دنيا ولما أقروا الطبيعتين بقوا الخلقدونيين يتهموا نسطور إن قال أقنومين، لكن ما يجيبوش سيرة إيه الطبيعتين دي خالص، وكأن النسطورية هي إن اللي يقول بأقنومين. وعشان كده في ناس كتير تيجي تحب تقرأ عن النسطورية عشان تهاجم النسطورية فيقروا من مصادر خلقدونية، فبص تلاقي دون أن يدروا فيما هم يهاجمون النسطورية بيرسخوا خلقدونية، لأن المهاجمة بتبقى من منطلق خلقدوني مش من منطلق أرثوذكس. زكريا الفصيح في كتابه التاريخ الكنسي يتكلم على الآباء، طبعا أنا جايب النص بالإنجليش: For they saw that the Nestorian doctrine of the two natures was confirmed and established there. يقول لأنهم رأوا أن العقيدة النسطورية بالطبيعتين قد تأكدت وترسخت هناك. آبائنا بيقولوا كده، يعني شوفوا من القديم قالوا على طول على خلق دنيا ان دي العقيدة الايه النسطورية طالما يقول طبيعتين. في قول برضو لزكريا الفصيح جابوا على لسان البابا ديسكوروس، اما قال في مجمع خلق دنيا: انه يليق بنا ان نؤمن بالمسيح عندما تجسد من طبيعتين، وأنه لا ينبغي أن نعترف به ليكون في طبيعتين باقتران النسطور بدلا من الاتحاد. فهنا بيتكلم على الاتحاد، أما بيقول الاتحاد الطبيعي يقصد به الاتحاد بين الايه الطبيعتين، ده مقصود الاتحاد الطبيعي. الطبيعة اللاهوتية والطبيعة النسطورية اتحدوا، نتج عن هذا الاتحاد بقى فيه ايه طبيعة واحدة. فكلمة طبيعة من طبيعتين دي نتيجة الاتحاد الطبيعي، يعني طبيعتين اتحدوا ده يبقى اتحاد طبيعي، كلام مباشر وصريح وواضح. أما أبائنا قالوه حتى زي ما قلت لكم قبل كده إن المشكلة بين البابا كيرلس ونسطور لم تكن مشكلة مصطلحات، ولكن المشكلة كانت في مفهوم الاتحاد ايه، في اتحاد طبيعي ولا مفيش. فأحد الكتاب الخلقدونيين ايضا يقول: فكيرلس نفسه قال بأنه ليس
كل ما لدى الهراطقة غلطا. يعني مش كل حاجة بيقولها الهراطقة غلط، بيقولوا حاجات صح ومن ضمن اللي بيقولوه حاجات غلط. ولم يخطئ نستوريوس بتأكيده على الطبيعتين لما قال ان في طبيعتين مع بعض اتحدوا مش غلط، ولكن غلطوا بعدم توحيدهما، لم يقل باتحاد حقيقي. فدي كلها بتورينا مفهوم أبائنا للاتحاد الطبيعي، إنه الطبيعة من طبيعتين، بمعنى أن الاتحاد الطبيعي هو اتحاد الطبيعة بالطبيعة، وبالتالي الاتحاد الأقنومي اتحاد الأقنوم بالأقنوم، اتحاد الطبيعي اتحاد الطبيعة بالطبيعة، والاتحاد الأقنومي هو اتحاد الأقنوم بالأقنوم، يعني الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. مين اللي تجسد؟ الابن، وله كل ملء اللاهوت، اتحد بالطبيعة البشرية بطبيعة عامة، بالطبيعة البشرية كلها، ولا بطبيعة لها فرديتها وأقنوميتها؟ لها أقنوميتها، وبالتالي صار اتحاد بين الطبيعتين واتحاد بين الأقنومين. ده أبائنا قالوا كده، يبقى في اتحاد طبيعي واتحاد ايه؟ أقنومي. النهاردة هنركز على الاتحاد الطبيعي شوية، وإن كان الأمر ما بيخلاش إن الاتنين أحيانا بيجوا مع بعض في الكلام، وإن أحيانا الرب وعشنا في المرة القادمة هنركز على الاتحاد الأقنومي في المفهوم الأرثوذكسي. يبقى النهاردة بندرس الاتحاد الطبيعي في المفهوم الايه؟ الأرثوذكسي. أحد الكتاب البروتستانت، شوف يقول ايه، اتحدت هاتان الطبيعتان باتحاد قوي عميق الذي أسماه القديس كورولوس اتحاد أقنومي أو هيبوستاتيكي، حتى يعني بدون انفصال أو اتحاد عضوي. أنا قلت لكم هما بيخلطوا اتحاد وبيفسروا بطريقة تانية، مش هنتطرق ليها النهاردة خالص، احنا بنركز احنا بنقول ايه. لكن حتى ده بيتكلم ان في اتحاد الطبيعتين باتحاد قوي، اللي هو الاتحاد الطبيعي زي احنا ما بنقول. في كتاب بتاع مجمع خلقدوني إعادة فحص يقول المسيح قد تكون مركبا بغير تغيير من الطبيعتين المختلفتين اللتين كل منهما ليست واحدة في الجوهر مع الأخرى. فهنا برضو بيتكلم على الاتحاد الطبيعي اللي نتج عنه طبيعة مركبة من طبيعتين. ويقول أيضا على لسان القديس ساويروس الأنطاكي، مقتبس هو من كتاب كونترا جون جراماتيكم اللي هو ضد يوحنا النحوي، بيقول هذا الأمر أكده البطريرك ساويروس مرات عديدة، ونقدم هنا مثالا على ذلك، حيث قال حينما نتأمل في الحقيقتين اللتين منهما تركب المسيح الواحد، سوف نرى في أذهاننا الطبيعتين اللتين التقيتا في الاتحاد. الاتحاد ايه؟ الطبيعي غير المنقسم. اما بعد التفكير في الاتحاد فليس من الصواب ان نؤكد على طبيعتين، لان الطبيعتين لم تأتيا الى وجودهما
المحدد داخل الاتحاد منفصلتين، ولكن تكون منهما معا الهيبوستاسيس الواحد والطبيعة الواحدة لله الكلمة. هنا خلي بالكو برضو في نقطتين. أولا بيتكلم على الاتحاد الطبيعتين، واتكلم على التأمل الذهني، بيقول نرى في أذهاننا. أما بنتخيل كيف تم الاتحاد زي القديس كيرلس ما قال، لأن لم تكن لحظة اتوجدت فيها الطبيعة الناسوتية بدون ما تكون متحدة باللاهوت. فالذهن بيتخيل بالذهن كده ان الطبيعتين وهما بيتحدوا، لكن بمجرد ذكر الاتحاد فمش ممكن ابدا، فليس من الصواب ان نؤكد على الطبيعتين. ما نتكلمش عن طبيعتين بقى بعد كده، نتكلم عن نتيجة الاتحاد وهو طبيعة واحدة. هو قال هنا كمان وهيبوستاسس واحد، الهيبوستاسس الواحد والطبيعة الواحدة، اللي زي ما قلت لكم دايما متلازمين. هو بيتكلم عن الاتحاد الطبيعي لكن تلقائيا، وفي نفس اللحظة بيبقى فيه اتحاد أقنومي. في مخطوط في دير الأنبا بشوي بيقول نقول إذا كانت الطبائع من بعد الاتحاد طبيعتين ومن قبل الاتحاد كذلك، فقد نتج أن الطبائع لم تتحد ولذلك محال. هو بينتقد على اللي بيؤمنوا بطبيعتين، ورغم كده يرددوا ان كان في اتحاد. يقول لهم طب اذا كانت الطبائع بعد الاتحاد طبيعتين وقبل الاتحاد طبيعتين، يبقى فين الاتحاد؟ يبقى نسطور قال كانوا متصاحبين او متلاصقين او مقترنين. وايضا في مخطوط كتاب اعترافات الاباء في قول للأباء بيقول بل نؤمن بالواحد ربنا يسوع المسيح ابن الله طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين بالاتحاد الطبيعي. في مخطوط آخر من دير السريان اسمه تفنيد الهرطقات، بيقول إن كانت الطبايع من بعد الاتحاد اثنان، لما كان أولا فلا يكون قد حصل اتحاد، وهذا محال عند جميع النصارى. نفس اللي جه في المخطوط اللي كان في دير الأنبا بشوي دوكها منارة الأقداس، ده اسمه تفنيد الهرطقات. الآباء مجمعين إن احنا إذا قلنا في طبيعتين بعد الاتحاد وقبل الاتحاد اثنين، يبقى كده مفيش اتحاد من الأصل. القديس ساويرس بيتكلم بقى الاتحاد شكله ايه كده شوية، يعني بنوع أعمق شوية، ولسه هنورد شهادات منه كمان شوية هتبين لنا مدى دقة الآباء في التعبير. فهو بيقول الأب بيتر دوت بيستشهد بالقديس ساويرس، بيقول عندما اعترف المعلم بطبيعة واحدة لله الكلمة الذي تجسد، فإنه يقول أن كلا الطبيعتين استمرتا معا وتفهمان من ناحية الخصائص التي تخص كل طبيعة. الطبايع اتحدت واستمرت موجودة،
بس مش موجودة كطبيعتين، كخصائص. خصائصها لم تفنى، لم تتلاشى، لم تمتزج، لم تتغير، لم تتحول. الخصائص كما هي، ولكن أصبحت طبيعة واحدة تجمع خصائص الطبيعتين. ممكن نميز، بس ما نميزش الطبائع، نميز الخصائص. زي الفحم المشتعل بقى حاجة واحدة. ممكن نميز صفة النار، النار موجودة هي أنا حاسس بيها، الفحم بكل مكوناته موجودة، لكن دي فحمة ولا نار؟ فحم ولا نار؟ نعم، حد يقدر يقول دي حتة ولعة بس ولا دي فحمة؟ ممكن نقول كده. هي حاجة واحدة تحمل خصائص الاتنين بالضبط. وبرضو في رسالة القديس ساويرس لسرجيوس يقول له: عندما نحرم من يقولون عمانوئيل لديه طبيعتين بعد الاتحاد، بيقول لسرجيوس احنا لما بنحرم اللي بيقولوا عمانوئيل لديه طبيعتين بعد الاتحاد ويتكلمون عن افعال وخواص هاتين الطبيعتين، نحن لا نقول هذا باعتبارنا نضع تحت الحرم حقيقة او تسمية الطبيعتين الخواص يعني، بل نحرم الكلام عن طبيعتين بعد الاتحاد، لأنه بالتالي تصبح هاتان الطبيعتان منقسمتين بالتمام وفي كل شيء. يعني في فرق بين نقول خصائص موجودة، خصائص الطبيعتين موجودين، وفرق ان نقول طبيعتين كأن كل واحدة لوحديها. وبعدين ليه ما نقدرش نقسمهم طبيعتين؟ يقول لأنه كيف سيقسم أي شخص فعل السير على المياه؟ لأن الجري على سطح البحر أمر غريب على الطبيعة الإنسانية، لكن ليس من المناسب للطبيعة الإلهية أن تستخدم أقداما جسدية. بالتالي هذا الفعل هو خاص بالكلمة المتجسد الذي تنتمي إليه كل من الصفات الإلهية والصفات الإنسانية بلا انقسام. فأنا دايما أنسب الفعل للإله المتجسد، ما أقولش إن الإنسان عمل كده أو الله عمل كده. إحنا حتى لما بنقول يا من ذاق الموت بالجسد أو بالنسوت، النسوت يعني الصفات الإنسانية، اللاهوت يعني الصفات. في فرق بين ان اقول الناسوت واللاهوت او الله والانسان. اللاهوت يعني الصفات اللاهوتية والناسوت كذلك. الاب بيتر ده وهو بيتكلم على الاتحاد الطبيعي برضو، وازاي بقى فيه طبيعة واحدة من الطبيعتين، وبيرجع لورا شوية بيقول: لم نرى في محاضر مجمعي القسطنطينية المكاني، اللي هو سنة كام؟ 448، أو مجمع أفسس المسكوني الثاني 449. ماشي، يقول: لم نرى ما نعرفه اليوم عن الأوطاخية. قال احنا ما شفناش الأوطاخية اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي بيقولوا عليها، لا في مجمع القسطنطينية المكاني ولا مجمع أفسس المسكون الثاني. والكلام المنتشر عنه أنه اعترف بذوبان الناسوت في اللاهوت. خلي بالكوا، اتضح مش أنا بس اللي بقول كده، ده في آخرين لما بنبحث في الكتب مفيش أي قول لأوطاخي قال كده. لكن قلت لكم اللي نسب إليه ده مين اللي قالوا عنه؟
سودوريتوس في كتاب اسمه ايه؟ الشحات. كده شاطرين، خدوا اللي قالوا سودوريتوس ونسبوا له تاخي كأنه خلاص قالوا، ثبتت عليه التهم. بيقول والكلام المنتشر عنه انه اعترف بذوبان الناسوت في اللاهوت، ربما نادى اخرون بعده بهذا الكلام، وعشان كده البابا تيموساوس حرم الكل. وكون ان اوطاخي تمسك بلغه كيرلس بالرغم من انه لم يكن متمرس في اللاهوت، الا ان من يعتقدون بالطبيعتين وهي لغه شجبها القديس كيرلس ومجمع افسس الاول اتخذوا من اوطاخي فرصه لكي يجعلوا الصيغة الأنطاقية في طبيعتين تسود على ما كان مستقرا في الكنيسة بأن المسيح واحد من طبيعتين. ورغم تصريح أناطوليوس أسقف القسطنطينية أن تجريد البابا ديسكورس في مجمع خلقدونيا ليس بسبب الإيمان، نجد أن البابا ديوسكوروس والكنائس اللاخلقدينية متهمة بالأطاخية. ليه؟ عشان بنرفض القول بالطبيعتين. فهو اتهم أطاخي الأول، وقلنا يمكن قال أو رجع أو طب البابا ديوسكوروس علناً ما قالش ان سوت تلاشى ولا كنائسنا بنقول كده، لكن يقولوا اوطاخيين برضو ازاي ما نعرفش. لا اوطاخي قال ولا البابا ديوسكوروس قال ولا احنا قلنا ان النسوت تلاشى، ولكن نصر ونقر ونوضح أن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، وكل خصائص الطبيعتين موجودة، وطبيعة واحدة من طبيعتين بالاتحاد الطبيعي. بالاتحاد الايه؟ الطبيعي. احنا بنتكلم عن الاتحاد الطبيعي، فالاتحاد الطبيعي معناته ايه؟ ان في طبيعة واحدة نتجت من اتحاد الطبيعتين، هو ده الاتحاد الطبيعي. في كتاب نفح العبير لابونا فيلوساوس ابراهيم بيقول ايه؟ قال القديس كيرلس لان الكلمه وان حل فينا فانه لم يحل فيه كما يقال انه حل في القديسين، بل حل متحدا بحسب الطبيعة. حل متحدا بحسب الايه؟ اللي هو الاتحاد الطبيعي. وقال ايضا ان الكلمة الله الاب صار جسدا، ويقول اي ان الكلمة اتحد بالجسد بحسب الأقنوم. فشوفوا بقى في الجملة الأولى يقرر يقول متحدا حسب الايه؟ الطبيعة. في الجملة الثانية يقرر متحدا حسب، لأن في اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. عشان كده برضو في كتاب نفح العبير لابونا فيلوساوس يقول ان المسيح له المجد طبيعة واحدة بالاتحاد الطبيعي، كما انه اقنوم واحد بالاتحاد الاقنومي. صعبة دي، فيها فلسفة، فيها تأويل، فيها تورية. طبيعة واحدة بالاتحاد الطبيعي، طبيعة من طبيعتين، أقنوم واحد
بالاتحاد الأقنومي، أقنوم من أقنومين، بصورة واضحة ومباشرة، ما فيش تأويل ولا تزوير ولا يعني لي للحقائق وللمعاني. الأنبا إيسيزوروس اللي هو المتنيح صاحب مجلة الصهيون أو المؤلف في الكتاب خريدة النفيسة والبينات الواقية والنذير ردا على البشير وتنوير الأذهان بالبرهان، وله كتب عديدة في التاريخ وفي اللاهوت، يقول ايه؟ بيستشهد بالبند الثالث من بنود البابا كرولوس الاثناشر، بنسموها البنود الاثناشر او الحروم الاثناشر، لان كل بند منها بينتهي بحرم للي ما يقولش كده يعني، او اللي يقول حاجة غلط. فجايب قول القديس كورولوس يقول: من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد الى اقنومين وطابقهما في بعضهما بعض بالمصاحبة فقط، ام بالعظمة ام بالقدرة ام بالسلطان، ولم يحسن توحيدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. شوفوا جمال البابا كيرلس لما حب يثبت الاتحاد الأقنومي ثبته بالاتحاد الايه؟ الطبيعي. قال اللي يفرق الأقنومين ولم يحسن توحيدهما بالاتحاد الطبيعي فليكن محروم. شوفوا بقى في بند الخامس يقول: وابن واحد طبيعي، ابن واحد ايه؟ يعني طبيعة واحدة يعني، الذي كالاتحاد الأقنومي. يعني أثبت القديس كيرلس بأقواله هذه أن المسيح طبيعة واحدة بمقتضى الاتحاد الأقنومي، وأنه أقنوم واحد بمقتضى الاتحاد الطبيعي. يعني الاتحاد الطبيعي يثبت ويؤكد الاتحاد الأقنومي، والاتحاد الأقنومي بنجيبه برهان على الاتحاد الطبيعي. ده حقائق، لأن أنا قلت من أول متلازمين، فلما أكون عارف حاجة متلازمين بالضرورة، فلو أثبتت حاجة تنصرف على التانية على طول. ودي عظمة البابا كيرلس، بيأكد الاتحاد الطبيعي وبيأكد الاتحاد الأقنومي، وفي مرات أخرى يأكد ده بده. عشان كده عظمة البنود الاثناشر قلب الموضوع من كل الأوجه وأغلق الثغرات. عشان كده أكتر حاجة كان يكرهها أعداء الأرثوذكسية البنود الاثناشر. القديس ساويرس الأنطاكي يقول: أقنوم واحد مركب، وان كومباوند بيرسون، ويقول طبيعة واحدة مركبة، وان كومباوند نيتشر. مركب من ايه؟ أقنوم واحد مركب من ايه؟ من أقنومين. طبيعة واحدة مركبة منين؟ طب لو قلت أقنوم واحد مركب من طبيعتين معناته ايه؟ لا، معناته ان الطبيعتين طبيعتين ما توحدوش، مش تركيب مش اتحاد. بقى هنا هيبقى واحد يحوي اتنين، مفيش وحدانية. زي ما كان كده حاطط فيه اتنين حاجتين، لان التركيب لما يكون مختلف النوع ما بيبقاش وحدانية. لكن أقنوم واحد مركب من بالاتحاد بقى أقنوم واحد.
والطبيعتين، وده اللي هناخده في الخلقدونيين لما جابوا الاتنين مع بعض بيفسروهم ازاي باللخبطة دهيت. القديس ساويرس في احدى رسائله برضو نشرها بروكس، الى الله الكلمة اتحد بجسد ذو نفس عاقلة في الطبيعة وفي الأقنوم وفي الجوهر. الله الكلم اتحد بجسد ذو نفس عاقلة في الطبيعة وفي الأقنوم وفي الجوهر، يعني اتحاد كامل. وأيضا القديس ساويرس، خلي بالكم يا جماعة كلامنا كله بنجيب أقوال آباء، يعني مش بنقول مفاهيم خاصة، وبنجيب آباء من زمان وآباء متدرجين في الزمن، حتى الآباء القريبين زي أبونا فيلوساوس إبراهيم والأنبا إيسيزوروس، دول يعني من أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، لكن تلاقي نفس الفكر ما تغيرش. القديس ساويرس يقول إن قوة عدم الامتزاج والاتحاد الأولي حفظ هؤلاء الذين اتحدوا بعيدا عن التشويش، وجعل منهما الاثنين أن يوجد في أقنوم واحد وشخص واحد وطبيعة واحدة للكلمة المتجسد. يعني الاتحاد كان شامل ايه؟ الطبيعة والأقنوم. عشان كده قلت لكم ان كنا بنركز النهارده على الاتحاد الطبيعي، لكن في اقوال بتاتي ضمنيا شامله الاثنين مع بعض. ايضا القديس ساويرس، والمراجع مكتوبه قدامكم، عندما نعترف بواحد من اثنين الرب والابن والمسيح وبطبيعة واحدة للكلمة المتجسد نفسه، فنحن نفهم الاختلاف كما لو كان للخصائص الطبيعية للطبيعتين اللتين يتكون منهما المسيح. الخلاف اللي فيه في اختلاف فين؟ في الخصائص، في صفات لاهوتية غير الصفات الناسوتية. نفهم الاختلاف كما لو كان للخصائص الطبيعية للطبيعتين اللتين يتكون منهما المسيح، ولكن إذا تكلمنا عن طبيعتين بعد الاتحاد اللتين من الضروري أن توجد منفردة ومنفصلة كما لو كنا نقسم إلى ثنائية، ولكن اتحدتا بالاتصال، اتصال الأخوة أو المصاحبة اللي قال عليها نسطور، وهذا إذا كان من الممكن أن ندعو مثل هذا الشيء وحدة من الأصل، يعني فإن ملاحظة الاختلاف تصل حد الانقسام ولا تتوقف عند حد الخواص الطبيعية. عشان كده خلي بالكم لما نيجي حاجات في الكتاب المقدس، في فرق ما بنقول ايه عمل كده بسلطان لاهوتي، عمل كده بسلطان ايه لاهوتي، مثلا تألم بالجسد مثلا، لكن في دي فرق غير لما اقول عمل كده بطبيعته اللاهوتية وتألم بطبيعته الناسوتية. فرق كبير اللي هو بيقول ايه، فإن ملاحظة الاختلاف تصل حد الانقسام ولا تتوقف عند حد الخواص الطبيعية. إذا ذكرنا لفظة الطبيعة
عمل كده بطبيعته اللاهوتيه، بطبيعته النسيتيه. يبقى بتكلم عن في البعض بيقع في الحته دهيت. فنقول ان السيد المسيح اكنوم واحد وجوهر واحد وطبيعه واحده، كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، وان كل من اللاهوت والناسوت لدى نتكلم عنهما كطبائع، ولكن يعتبر كل منهما عنصر من عناصر الطبيعه المركبه. في فرق بين نتكلم كعنصر من عناصر الطبيعه المركبه، وفي فرق نتكلم عنه كطبيعه. حتى كلمه العناصر الطبيعه دهيت عبر عنها القديس ساويرس، قال هو از ميد اب اوف تو اليمنتس، يعني الذي يتكون من عنصرين. لكن بنتكلم عن واحد بس، هو الاله المتجسد. برضو القديس ساويرس يقول الكلمه المتجسد هو اقنوم واحد وطبيعه واحده فقط. ويقول ايضا الابن الكلمه الذي تجسد هو طبيعه واحده واقنوم واحد. مره قال هو اقنوم واحد وطبيعه واحده، ومره قال هو طبيعه واحده واقنوم واحد. مش او لا، طبيعه واقنوم. كلمة أو دي يعني ما دي معناتها ديت، لأن ممكن نقول دي متلازمة مع دي. دي بالضرورة هتجيب ديت، لكن دي هي دي؟ لا، مش دي مش دي. فحينما يتكلم الآباء عن اللاهوت والناسوت يقصدون الخواص الطبيعية. فالتمييز هنا تمييز للخواص والصفات وليس للطبائع. ويتضح هذا من شرح القديس ساويرس. بيقولوا القديس ساويرس، النص انا جايبه بالانجلش وبالعربي، يقولوا الذين يتكلمون عن خصائص الطبائع اعني اللاهوت والناسوت، اللاهوت والناسوت. كلمة اللاهوت يعني الصفات اللاهوتية، الناسوت الصفات الناسوتية. مش الله والإنسان، مش الله والإيه، مش الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. أنا بتكلم عن اللاهوت والناسوت، يعني الخصائص والصفات اللاهوتية والخصائص أو الصفات الناسوتية. في ناسوتية وفي لاهوتية. في قول حلو قوي لقيته لأحد المراجع للبابا ديسكورس، وأقوال البابا ديسكورس مش كتيرة، إن ملحقش يقعد. يقول الرب يسوع عمانوئيل إلهنا لم يكن مقسما في كل أعماله، ولكنه هو رب واحد فقط، طبيعة واحدة فقط، له إرادة واحدة فقط. وقد اتحد اللاهوت مع الناسوت كمثل اتحاد النفس مع الجسد. هذا هو إعلان إيماني واعترافي، أنا الفقير الصغير ديوسكوروس. الرب يسوع عمانوئيل إلهنا لم يكن مقسما في كل أعماله، ولكنه هو رب واحد فقط، طبيعة واحدة فقط، وله إرادة واحدة فقط. وقد اتحد اللاهوت مع الناسوت كمثل اتحاد النفس مع الجسد. هذا هو إعلان إيماني واعترافي، أنا الفقير الصغير ديوسكوروس.
دي في بتاع المرجع بتاع سيلرز. هندخل شوية بقى في مرجع كبير للبابا، للقديس ساويرس ضد النحوي، هنجيب منه شوية حاجات فيها حاجات مقتبسة وفيها حاجات بتنشر لأول مرة، مش مترجمة، مش متاحة يعني بلغة حية في كتب مطبوعة حاليا. فبيقول ايه؟ للأسف ونتيجة للغباوة، فإنه بسبب الاختلاف بحسب جوهر الألوهية والبشرية الذي منه يتكون عمانوئيل، فإن هؤلاء الوقحين يتخيلون ثنائية الطبيعة بعد الاتحاد. شوفوا تعبيرات أبائنا واضحة ازاي وقوية ومباشرة. في قول تاني برضو للقديس ساويرس يقول: فإن عمانوئيل يظهر واحد وطبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد الذي كما يجب متعارضان للقسم بين طبيعتيهما، وهذا لم يعرف من مجمع خلق دنيا. طبيعة واحدة للكلمة المتجسد، فالله اللاهوت والناسوت متعارضان للاسم، ما يتقسموش، لكن مجمع خلق دنيا ما عملش كده، قسمهم لكي تعلن أن الرب الواحد يسوع المسيح جاء، وتعظ أيضا أن كلمة الله الواحد متجسد، كما لو كانت هذه العبارات المركبة من عبارات التجسد المتعذر قسمته. إن القديس كيرلس كان يصر على هذا وكان ينقله، ولكن مجمع خلق دنيا حذفه لا عن براءة، حتى قسموا المسيح وعرف أنه كان من طبيعتين. يعني كتابات القديس كيرلس كلها كانت تأكد وحدانية المسيح غير القابلة للانقسام. مجمع خلق دنيا حذفوا لا عن براءة، لأن القديس ديسكورس وقف وقال لهم بعلو صوته: أنا معي كتابات أبائي أثناسيوس وغرغوريوس وكيرلس، تجاهلوا كل شيء. ويقول أيضا مستشهدا بالبابا كيرلس: لنأخذ من بين ما قال القديس كيرلس وهو يكتب إلى ساكسنسوس أننا نرى أن طبيعتين اتحدتا باتحاد غير منقسم دون اختلاط أو تغيير، وبعد الاتحاد لا نقسم الطبيعتين فيما بينهما، ولا نقسم إلى ابنين ما هو واحد وغير منقسم، ولكننا نقول أن الابن واحد كما قال الآباء طبيعة الكلمة المتجسد. اشرح لنا أيها المحتال المدافع عن مجمع خلق دنيا. ده مين اللي بيقول كده؟ القديس ساويرس بيواجه يوحنا النحوي، بيستشهد له بكتابات القديس كيرلس، بيقول له: اشرح لينا، انت اللي بتدافع عن مجمع خلق الدنيا، انت الذي تعلن بالصوت الوحيد من حنجرتك الخطابات الى ساكسنسوس لكي تعد كأرثوذكسي وتخيف البسطاء. يعني بيجيب اقوال للقديس كيرلس ويأولها، فالناس تسمع اسم القديس كيرلس يعني ايه، مش هيقدروا يخالفوا، يقول لهم ده كيرلس بيقول كده. فلو قالوا لا كانهم بيخلفوا مين؟ القديس كيرلس. يعني لكي تعد كأرثوذكسي وتخيف البسطاء، اين هو توافق
كلمات مجمع خلق دنيا مع كيرلس المفسر المسابر للعقائد الإلهية، حينما تقول أنه يجب أن نعترف بأنه مكون من طبيعتين، أو أنه طبيعة كلمة الله المتجسد كما قال الآباء. اشتعل حماساً من أجل هؤلاء والآباء، ابحث عن كلماتهم لن تجدها فيما كتب في مجمع خلق دنيا. ودي حكمة كنيستنا إن بنقدم القديس ساويرس، لأن لما بدأوا يأولوا كتابات الآباء كيرلس وأثناسيوس ويخيفوا البسطاء إن هم كأنه كنتوا اللي بتعرضوا بقى البابا أثناسيوس والبابا كيرلس، فبناخد تفسير الآباء وأقوال الآباء من مين؟ من القديس ساويرس. أيضا في كتاب ضد النحوي الكلام ده، يعني برضو بقول لكم يعني ايه اول مرة ينشر، القديس كيرلس في الكتاب المعنون المسيح واحد، ده هو بيستشهد بالقديس كيرلس في كتاب ضد النحو، بيقول قائلا اننا نقول ان الابن واحد وان طبيعته واحدة، حتى لو كان معروفا انه تقلد الجسد المزود بنفس عاقلة. إذا قلت هذا فإنه ليس لكي نهدم أو ننكر الصوت الملهم للآباء الذين يعلمون وحدة طبيعة الكلمة المتجسد، إن طبيعة الإبن واحدة وأن المسيح من طبيعة واحدة مركبة، أو للتأكيد أن طبيعة الإبن واحدة هو الذي صار بتقلده الجسد مالكا نفس عاقلة. إننا يجب أن نعتبر كل هذا أيها الشجاع إذا فيما يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق الذي يتسابق للاتحاد الطبيعي، للاتحاد الطبيعي، فإنك تريد أن تعترف بنظرتك السامية بغياب الامتزاج والقسمة في نفس الوقت، وأيضا سوف يكون عليك أن نقرأ بدون إهمال أقوال الحكيم كيرلس الموجودة في الرسالة الثانية إلى ساكسنسوس، التي توضح كيف يكون هذا الاتحاد الفائق الوصف والخالي من كل امتزاج، وتشير أيضا إلى الذين يعتبرونها بسمو العقل وبتأمل فائق أنه يوجد هذان الشيئان اللذان اتحدا، ويطرد في الحال فكرة الثنائية، لأنه باتحادهما طبيعة واحدة وأقنوم واحد، باتحادهما بالإيه؟ الاتحاد الطبيعي اللي هو قال عليه من شوية. وفي موقع آخر من نفس المرجع الأيام من هذه العبارات التي بها نعترف أن المسيح هو من طبيعتين، وأننا نقول أنه لا توجد إلا طبيعة متجسدة لكلمة الله، توضح معناها الكامل التي بسببها أخذ بها، إن إبعاد هذا الزعم ينتج عنه شك بالهرطقة، لأننا نقول أن المسيح هو طبيعة متجسدة للكلمة دون الاعتراف بأنه في طبيعتين منفردتين. في الواقع إذا كان أحد يريد أن يعتبر بقدر ما يمكن عمله من أي شيء صار عمانوئيل، فأنه سيرى بعيني الفكر بأنه قد تمت وحدة من طبيعتين، أي من الألوهية ومن البشرية، ولكن بعد معرفة الاتحاد سوف يجد أن الذي نتج منهما هو أقنوم واحد وطبيعة واحدة متجسدة للكلمة، وليس أقنومين أو طبيعتين أو شخصين. ولو قبلنا في الواقع الثنائي
فإنه سوف يتبع ذلك بالطبيعة أن الكل سوف يكون اثنين. إزاي؟ يعني لو قلنا طبيعتين يبقى لازم نقول أقنومين، لازم نقول وهكذا يعني. ولهذا فإن الاعتراف بأن المسيح من طبيعتين ذات دلالة على طريقة إيجاد حل معتبر كنتاج لخيالة العقل، أي واقع معرفة طبيعة متجسدة لكلمة الله، والاعتراف وعبادته بعد فكرة الاتحاد الكامل والواضح الذي يرفض كلمة الثنائية. وهذا قدمه بوضوح أمام عيوننا كيرلس المبشر مع الرسل، التأنس الإلهي، كأنما نرى نحن ذلك بأعيننا. ولنعتبر بوضوح ما كتبه في رسالته الأولى إلى ساكسنسوس، كتب يقول إيه: ونحن نعتبر إذن كما سبق أن قلت طريقة التأنس. خلي بالكو إزاي القديس كيرلس وخدها منه القديس ساويرس أما جاي يشرح كيف تم الاتحاد وإزاي استخدم عيني الذهن. بيقول: ونحن نعتبر إذن كما سبق أن قلت طريقة التأنس، فإننا سوف نرى اتحاد الطبيعتين في وحدة غير قابلة للذوبان بدون امتزاج ولا تغيير، لأن الجسد هو جسد وليس ألوهية رغم أنه صار جسد الله. وكذلك أيضا فإن الكلمة هو الله وليس جسدا رغم أنه أخذ جسدا بطريقة فائقة. إذن لو تأملنا هذا فإننا لن نجرح التسابق إلى الوحدة التي تقول أنها نتجت عن طبيعتين، ولكن بعد الاتحاد لن نفصل الطبيعتين ولا نقسم الواحد الوحيد غير القابل للقسمة إلى ابنين، ولكننا نقول أنه ابن واحد وحيد، وكما قال الآباء طبيعة متجسدة للكلمة. أيضا في هذا المرجع العظيم واللي بيعتمد فيه على أقوال الآباء، القديس ساويرس في المرجع ده جاب شهادات لآباء كتير ولا سيما القديس كيرلس. يعتبر المرجع بتاعه ده المصدر الوحيد لكتابات الآباء دهية. هو نفسه كتب في أحد رسائله إن لما كان في مصر وكان بيتنقل من مكان لمكان قال بذل جهد كبير أوي في كتابة الكتاب ده، لأن كان بيشيل معاه كتابات ومخطوطات كتيرة من مكان لمكان، والكتاب ده من 3 أجزاء كبار. عشان كده رغم انه اعظم ما كتب الا انه لم يترجم حتى هذه اللحظة الى لغة حية، ولكن منشور بالسريانية واللاتينية عن قصد. فبيقول: ولكن كيرلس شهد بعناية كبيرة ما هو كامل وحق بهذا القول الملهم، لانه كتب: إنهم يتكلمون باطلا الذين يقولون أنه لو كان هناك طبيعة متجسدة للكلمة فإنه يلي ذلك أننا نوجد امتزاجا واختلاطا وطبيعة الإنسان تناقصت وألغيت. ده الاتهام اللي توجه للبابا كيرلس في حياته يعني، واللي توجه لأطاخي بعد كده، بس ما أطاخي كان مالوش كتابات ولا حاجة ولا بيرد. إنها لم تنقص ولا ألغيت كما يقولون، ويكفي لبرهان كامل لهذا أنه صار إنسانا وللقول أنه تجسد. إذا حفظنا هذا في الخفاء فإن وشايتهم قد يكون لها سبب ما للوجود، ولكن لأنه أضيف بالضرورة فأين توجد طريقة التناقض أو الإلغاء إذا كان بنقول متجسد؟ ولكن في الحديث يوجد المسيح واحد، إنه يتصرف بنفس الكلمات ويؤيد نفس القول الكامل، ولم يقل إطلاقا بحسب أقوالك الغبية أنه يحتاج إلى هذا لكي يعرف المسيح في طبيعتين. حينما كان يقول إلى الشخص الآخر: يا صديقي كم يتكلم باطلا
الذي يقول أنه يوجد امتزاج واختلاط، إذا أعلننا الطبيعة الواحدة للابن المتجسدة والمتأنسة، لأنه لا يستطيع أحد أن يقدم هذا البرهان بواسطة قياسات منطقية صحيحة وضرورية، ولكن إن قرروا أن تكون إرادتهم قانوناً بالنسبة، فإنهم تخيلوا مجمعاً لا يمكن أن يجتمع، لأنه لا نعتمد عليهم بل على الكتاب المقدس. إذن من كل هذا لاحظ كما قيل في الإنجيل: إنما فمك يخرج كنوز قلبك. أولئك الذين لا يستطيعون إثبات شيئاً بخلاف أنك خصم للقديس كيرلس ولكل المفسرين المشهورين للأرثوذكسية الذين نقلوا إلينا أنه لا توجد إلا طبيعة متجسدة ومتأنسة للكلمة، بينما تعطيهم محاولة لا توجد في العبارة إلا إذا أعلننا في نفس الوقت أيضاً أن المسيح يعرف في طبيعتين، لأنك قلت عندما نرفض اعترافاً فهنا يظهر شك رديء للهرطقة. لهذا يا عزيزي بحسب قوانينك التعسفية والملحدة وجه توبيخاتك إلى أثناسيوس هذا الرجل الرسول الذي قال: نحن لا نعترف أن الابن طبيعتان، إحداهما معبودة والأخرى غير معبودة، ولكن نعترف بطبيعة متجسدة لكلمة الله معبودة بعبادة واحدة مع جسده، لأنه يرفض أحد اعترافاتك، أعني طبيعتين، ويؤكد الأخرى مشيرا لأنه يعترف بأن هذه الطبيعة المتجسدة للكلمة هي طبيعته وليست طبيعتك، أنه يعترف بطبيعة متجسدة للكلمة، ولكنه وضح ضد نفسه السبب وشكا رديئا للهرطقة. أكتر واحد واجه التأويلات اللي بيأولوا بها أقوال القديس كيرلس القديس ساويرس، عشان كده حكموا عليه بالنسطورية والأوطخية والسبعدوه، وكأن هم الأوفياء للقديس كيرلس والأوصياء على تفسير أقواله، وجعلوا دي البابا ديسكوروس وساويرس وأوطاخي وكل الكنيسة الأرثوذكسية كأنهم هم أعداء البابا كيرلس. عشان كده هنركز هندي في محاضرة الخلقديون والبابا كيرلس، هتشوف اللي هم بيظهروا حماس زائف عليه بيقولوا عليه ايه في ظروف اخرى، هو بالنسبة لهم ايه. ففي تناقض كبير، يعني ياخدوا القول بتاع القديس كيرلس طبيعة واحدة ويروحوا مخرجين المعادلة ان بيقول طبيعتين، حاجة عجيبة. التناقض بين الاعتراف بالقول بطبيعة واحدة متجسدة وبالاتحاد الأقنومي وفي نفس الوقت الاعتقاد بالطبيعتين. شوفوا القديس ساويرس بيواجهه بيقول له ايه بقى: ادفع هذا الجنون وارفض هذه الاقوال المتعالية على الله، ولا تقل انني اعترف معكم بالاتحاد الاقنومي الحقيقي. معلش دي في حاجات سابقة، لان لما هنيجي نشرح لكم هما بيقولوا الاتحاد الاقنومي يفسروه ازاي هتفهموا الحاجات دي اكتر. أنني أعترف معكم بالاتحاد الأقنومي الحقيقي وأحول وجهي عن اتحاد الحب. أنني أقول أن المسيح واحد طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله وطبيعتين متفردتين، لأنك تشبه ذاك الذي يبني ويرفض نفس الشيء. أنك تقول طبيعة واحدة لكي تخدع وتبدو كوسيط، ولكنك تدخل طبيعتين وتحاول بقوة أن تخلط النقي مع غير النقي. لهذا نقول بحق للذين يقولون أن يسوع الرب هو طبيعتان متفردتان ومتحدتان، لأن يقولوا طبيعتين وفي نفس الوقت يقولوا إيه متحدتين، طب فين الاتحاد إذا كانوا طبيعتين وبقوا بطبيعتين؟
أن هذا ليس لكم ولنا أننا نبني أو أننا نعترف بالاتحاد الأقنومي، لأنكم بينما تقولون طبيعتين فإنكم تدعون حل هذا حتى أنه بالصوت تدعون الاعتراف، لأن أثر الاتحاد الأقنومي هو كما هو معلن بوضوح أننا نقول طبيعة متجسدة للكلمة وليس إطلاقا طبيعتين. ولكنني أعلم أنكم تزحمون في هذا جنون السامريين بالقول نحن نعترف بالطبيعتين وبطبيعة متجسدة لكلمة الله، لأنه أيضا مكتوب بشأنهم في كتاب الملوك الرابع كانوا يخشون الله ويؤدون العبادة لآلهتهم. يعني التناقض عجيب. ولكن إلي النبي المشتعل بنار الغيرة الإلهية وبخهم أولئك الذين ضلوا هنا وهناك بطريقة شريرة، وقال لهم متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. ويظهر القديس كيرلس بقوله هذا إلى الآباء بشأن وقاحة النحوي في الدفاع التاسع للحرمان، عندما كتب ضد توبيخ سؤدوريتس الذي يتظاهر بمعرفة هذه التلميحات، أي الكلمات الأساسية اللي هي الاتحاد ومسيح واحد، الوحدة والفائدة التي تصدر عنها، هل هي مدركة ومؤكدة على حدة أم للإثنين؟ وإذا كانت تستخدم لتزيين شخص التقوى ويقولون بمسيح واحد ولكن في الواقع يفكرون طبيعتين، فليسمعوا منا حتى متى تعرجون بين الفرقتين هنا وهناك. قد يكون من المناسب السير باستقامة بإيمان نقي وصحيح وليس متعرجا بين آراء غبية. القديس ساويرس في كتاب ضد النحوي أيضا هو الوحيد الذي من اثنين شخص وأقنوم وطبيعة متجسدة لكلمة الله. وأيضا في ضد النحوي وجايب قول للقديس كيرلس يلحقا إننا نؤمن أنه توجد طبيعة للابن كوحيدة بالحقيقة متأنسة ومتجسدة، لكن من جديد مشابه لنا على مثال البشر بحيث أن هاتين الطبيعتين لا تصبحان اثنين لكن تذوبان في كائن واحد حي. ولهذا فإننا لا ننكر الأشياء التي منها المسيح واحد وحيد، ولكننا لا نسمح بأن يقال اثنين بعد الاتحاد، كما بصوت القديس كيرلس واللاهوتيين المماثلين له، فإننا سوف نعلم أن الاتحاد الأقنومي يهدم الثنائية، كما بالعكس فإن الثنائية هي قطع للاتحاد. ولهذا إذن نعترف بأن المسيح هو من طبيعتين، ولكننا لا نقول أنه طبيعتان، ونقول أنه من جوهرين أي من أقنومين لكلمة الله وجسد مزود بنفس عاقلة، اللذين اتحدا برابطة اتحاد طبيعي. الطبيعتين اتحدوا بإيه؟ هنا شرح الاتحاد الطبيعي هو إيه؟ مين اللي بيشرح؟ الآباء. ولكننا لا نقول أنه أقنومان ولا شخصان. وأيضا في موضع آخر يقول في نفس المرجع لقد لعب الملحدون بدون جدوى وبغباء بعبارة التي بها
بعد الاتحاد نعترف بالطبيعة الواحدة المتجسدة لكلمة الله. وإذا قبل الاتحاد كانت طبيعتين، فبعد الاتحاد سوف تكون طبيعة واحدة مأخوذة منهما. ويقول أيضا: من هؤلاء الذين يحاولون أن يغطوا بأصوات عالية على صوت القديس كيرلس الذي دقق بعناية وقال: كف عن قسمة الطبائع بعد الاتحاد. ده مين اللي بيقول كده؟ البابا كيرلس. الكلام ده جاي فين؟ في كتاب القديس ساويرس ضد النحوي، مستشهد بكتابات للبابا كيرلس، بعضها منشور وبعضها ايضا مش موجود في ايدينا دلوقتي. مرجعه الوحيد القديس ساويرس. لان بعد فك كف عن قسمة الطبائع بعد الاتحاد، لانه بعد فكرة الاتحاد ابطلت القسمة الى اثنين. اتحاد ايه؟ الاتحاد الطبيعي. لانه بعد فكرة الاتحاد ابطلت القسمة الى اثنين، ولكنهما يذوبان في الطبيعة واكنوم الكلمة المتجسد. لان في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي. الذوبان هنا بمعنى طبيعتين، ما يبقاش ليهم، ما فيش اسم الطبيعتين بقى. بقى هي طبيعة واحدة تشمل خصائص الطبيعتين غير قابلة للانقسام. فكلمة الطبيعتين نفسها تلاشت خلاص، بقى في طبيعة واحدة من طبيعتين. بعد الاتحاد بمجرد إلغاء القسمة إلى اثنين، فإننا نؤمن بأنه توجد طبيعة واحدة للابن متأنسة ومتجسدة. ومن جديد فيما بعد لأجل هذا، حينما تدرس طريقة التجسد بمزيد من الانتباه، فإن فكر الإنسان يرى الاثنين معا بطريقة فائقة ودون امتزاج متحدتين باتصالهما. ومن ذلك بمجرد أن اتحدتا لا يفصلهما، إنه يؤمن في الواحد الناتج عن اثنين، طبيعة متجسدة للكلمة وليس طبيعتين بعد الاتحاد. وأيضا في نفس المرجع في موضع آخر يقول القديس كيرلس قائلا في موضع ما لهذا السبب: فإنه بعد الاتحاد نقول أن المسيح هو من طبيعتين أو أقنومين متحدين كما يقول النحوي، ولكن لن يستطيع إثبات ذلك لأنه في كل مكان يدخل كيرلس هذا التأكيد بعد الاتحاد لمعرفة أنه لا توجد إلا طبيعة واحدة متجسدة للابن. وفي موضع آخر: فأنه من السهل سماع صوت كيرلس الذي يعلن هذا. وفي الرسالة الثانية إلى ساكسنسوس، قلنا الرسالة دي قبل كده كتبها إمتى؟ أيوة، بعد 433، بعد الادعاء اللي ادعوه عليه بالمصالحة، ان في صيغة مصالحة اقر فيها بالطبيعتين، فكتب بقى كلام قوي يؤكد الطبيعة الواحدة. في الرسالة الثانية الى ساكسنسوس، الى بعض من يعارضون السوفسطائية والمشكلة الخطيرة: كيف لا تعتبر انه توجد طبيعتان بدون قسمة بعد الاتحاد؟ لقد كتب هذا كيرلس من جديد: فإن العبارة لا تخالف على الأقل الذين يقولون إنه لا توجد إلا طبيعة واحدة متجسدة للابن. ويقول أيضا بعد التفكير على الاتحاد: فإن كل ما شوهد في اثنين في الأفكار السامية ليس بعد اثنين، ولكن نراهما ملتحمين في أقنوم واحد
وفي طبيعة واحدة متجسدة للكلمة. لهذا السبب أنت الذي تقول طبيعتين بعد الاتحاد. اسمع القديس كورولوس الذي يقول إن العبارة تتناقض من جديد على الأقل مع الذين يقولون طبيعة واحدة متجسدة للابن، ومع رغبتهم في أن يوضحوا هذا بغباء، فإنهم يحاولون أن يبينوا أن الطبيعتان موجودتان. وأيضا ونحن نقول أقوال القديس كيرلس في الحرمان العاشر ضد توبيخ سأودوريتوس الوقح، حيث يقول كيرلس لأنه إذا كان الاتحاد حقيقيا فلن يكون اثنين تماما، ولكن من الاثنين نفهم أن المسيح واحد ووحيد. وأيضا في الرسالة إلى أكاكيوس، حقا بعد الاتحاد نؤمن أن طبيعة الابن واحدة كما لو كانت منزوعة من قبل بالقسمة إلى اثنين، طبيعة واحدة حقا متأنسة ومتجسدة. وفي الرسالة الثانية إلى ساكسنسوس، بحيث أن هاتين الطبيعتين ليس أبدا اثنين، لكنهما قد ثبتا في كائن واحد حي لأن هناك اتحادا من اثنين. شوف هنا بيفسرها ازاي يا ابونا، ولكنهما قد ثبتا في كائن واحد حي لأن هناك اتحادا من اثنين أو من أشياء كثيرة، لكن ما تحقق بواسطة هذا هو وحيد وليس اثنين أو أكثر. لأجل هذا فإن هذا الاتحاد الذي دعاه القديس كورولوس أقنومي أو اتحاد بحسب الجوهر. هنستشهد أيضا بالقديس ساويرس، لكن في أحد رسائله مش في كتاب ضد النحوي. القديس ساويرس كتاباته غزيرة جدا، ولكن للأسف في كتير مش قارينها، لكن كان غزير الانتاج لان قعد 20 سنة بس في مصر. كان كتب يعني معظم انتاجه وعمله في مصر هنا عندنا. بيقول ايه بقى؟ بيقول لكنه ظل كما كان ووحد مع نفسه دون امتزاج جسد يمتلك روح عاقلة، بشكل أنه من الطبيعتين الإلهية التي لم تخلق والإنسانية المخلوقة، ظهر لنا مسيح واحد، رب واحد، شخص واحد، أقنوم واحد، طبيعة واحدة متجسدة للكلمة. وقد تقول بعدوانية، كيف يكون واحد وكيف يتجسد الكلمة؟ ألم يتألم من التحول بفعل اتحاده مع الجسد؟ أو كيف يكون في المجمل طريقة اتحاد الله الكلمة مع الجسد؟ اشرح لي ايه الطريقة دهيت، اتحد ازاي؟ شوفوا القديس ساويرس بيرد بقى يقول له ايه. قال له بالنسبة لي سوف أرد على هجومك وأحل المشكلة دون دراسة طريقة الاتحاد، وسوف أمجد بالسكوت ما لا ينطق به، وسوف أحتفظ لهذا السر بالقدسية التي يستحقها، ولذلك سوف أذكر لك وصايا الكتابات المقدسة التي أوصى بها الله. اسمع بالفعل قول بولس الذي يمتلك المسيح المتكلم فيه، وهو يبين ما هو غير مفهوم كما يستطيع الإنسان أن يدركه، ويقول فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. وهكذا فإن روح الطفل وروح الإنسان شبيهنا، قد شارك في الدم والجسد واتحد بالطبيعة اتحادا حميما لتكمل الإنسان ليصير كائن حي واحد. لم تتحول هي نفسها إلى جسد، والجسد لا يتحول هو نفسه إلى روح، ولكن كل من هذين الجزئين
اللي هو الروح والجسد يعني، ظل كما هو دون امتزاج، ليس كل على حدة ومنفصلين بشكل أن يحسبوا اثنين، ولكن وهما متحدين يصيرا أيضا منفصلان بشكل أنه بلقاء هذين العنصرين يظهر ويظل شخص واحد، أقنوم واحد، طبيعة واحدة. والأمر هكذا بالمثل بالنسبة لكلمة الله نفسه، دون زرع ودون خطية شارك في الدم والجسد المزود بروح عاقلة، واشترك بالمادة وبالطبيعة دون استشعار أي تغيير أو أي امتزاج بشكل أن يكون واحد من اثنين، هما الإلهية والبشرية الكاملتين. هكذا ولد عمانوئيل، وهكذا عرف، أشير إليه، وقد أظهر والدة والله تلك التي ولدته، لأنه بتسكين الروح كونت من نفسها الجسد الكفيل بالظهور والولادة، وبفضل الاتحاد الذي لا ينطق به ولدت الكلمة الذي تجسد وبأسلوب يليق بالله. ولكن بخصوص تكويننا، كما أننا نعرف أن الروح متحدة بالجسد في الطبيعة، دون أن نستطيع القول كيف وبأي طريقة، لأن ذلك يتعدى فهمنا. كذلك بخصوص عمانوئيل، نحن نعرف أن الكلمة شارك في الدم والجسد مثلنا في الطبيعة وفي النفس الوقت فوق الطبيعة، أما القول كيف فإن ذلك يفوق كل كلام وكل تفكير. وبالفعل بهذا المثال المقتبس من حياتنا والذي لا ينطق به، يعني إذا كنا احنا مش قادرين نفهم لغاية دلوقتي إزاي الروح متحدة بالجسد بتاعنا، هنقدر نفهم إزاي اللاهوت اتحد بالناسوت؟ في كتاب ميخائيل الكبير بيستشهد برضو بأقوال الآباء، يقول ولكن نؤمن بأن كلمة الله قد تأنس وتم الاتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، اللي هو الاتحاد الإيه؟ الطبيعي. وأن الاتحاد على أي شكل كان لابد أن ينتج واحدا مما يتم اتحاده منه، هذا هو الواقع وليس شيء آخر، حيث قال كل من القديس أثناسيوس وكيرلس أن طبيعة كلمة الله المتجسد هي واحدة. في بقى هستشهد بأحد آباء الكنيسة السريانية الشقيقة، في كتاب كان طلعه المتنيح ماري أغناطيوس يعقوب الثالث، اللي هو كان معاصر البابا كيرلس السادس، واللي حضر التنصيب وتجليس البابا شنودة وقال كلمة ساعتها. له مؤلفات جميلة وعظيمة، من ضمنها عامل كتاب اسمه تاريخ الكنيسة السريانية، عامله كان من قبل ما يبقى بطرك كمان. فشوف بيقول ايه عن العقيدة بتاعتنا فيما يخص طبيعة السيد المسيح. طبيعة واحدة للمسيح بعد الاتحاد. بيقول اعتقدت الكنيسة بطبيعة واحدة من طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد العجيب بدون اختلاط أو امتزاج أو استحالة، وبأقنوم واحد مركب من أقنومين. ولما أنكر ذلك نسطور قائلا بطبيعتين وبأقنومين
ناهضه القديس كيرلس الإسكندري وكليستين الأول الروماني ومجمع أفسس الأول سنة 431 ومجمع أفسس الثاني برئاسة القديس ديسقورس الإسكندري سنة 449، غير أن مجمع خلقدونيا سنة 451 ماثل نسطور بالقول بطبيعتين، لكنه خالفه بخصوص الأقنوم قائلا بأقنوم واحد، مؤسسا قوله هذا. خلي بالكم من الحتة الجاية دي، كنت شرحتها لكم قبل كده، أشوف هتفتكروها ولا لا. مؤسسا قول هذا على توماس لون الروماني، وهي الرسالة التي كتبها بمساعدة سؤودوريتوس أسقف قورش. فاكرين الموضوع ده ولا نسيتوه؟ وأنفذها إلى فيليبيانوس القسطنطيني كما أسلفنا. ثم التأم مجمع مسكوني في القسطنطينية سنة 476 بأمر الملك باسيليسكوس، نقض قرار المجمع الخلقدوني اللي هو بمنشور باسيليسكوس اللي كنا قلنا عليه، وأعاد العقيدة الأولى إلى الكنيسة. ثم أعلن الملك ذلك بمرسوم ملكي وقعه 700 أسقف بينهم بطارقة أنطاكيا والإسكندرية وأورشليم، وعقبه مجمع آخر في القسطنطينية سنة 482 بأمر زينون ضاربا على وتره، يعني ماشي بنفس الطريقة، ناقض مجمع خلق دنيا وأقر الإيمان المستقيم. وفي السنة التالية أزاع زينون منشور الاتحاد الهينوتيكون الشهير، فأيدته الكنائس الشرقية كلها بما فيها بطارقة أنطاكيا والإسكندرية والقسطنطينية وأورشليم، وكان ذلك أيضا نقضا لقرار المجمع الخلقدوني. وتلته مجامع أخرى بأمر الملك أنستاسيوس في القسطنطينية وصيدا وأنطاكيا وصور من سنة 508 ل 513، وكلها تضرب على وتيرة واحدة كما مر معنا. هكذا عادت إلى الكنيسة العقيدة الرسمية بطبيعة واحدة للمسيح بعد الاتحاد. طبعا احنا قلنا فضلت الكنيسة ماشية كده لغاية اما جه مين؟ احنا مشينا مع ماري أغناطيس ووصلنا لغاية سنة كام؟ 513. بعد كده جه مين بقى؟ يوستينيانوس اللي هو غير الدنيا بقى، مشي تبع خلق دنيا. طبيعة واحدة مركبة. في كتاب الدر السمين في إيضاح الدين يقول إيه؟ قد بطل الآن اعتقاد من يرى الطبيعتين والأقنومين للإله الذي صار إنسانا. ما أعظم قول أبينا الأنبا كيرلس البابر 24 من بطارقة الإسكندرية والملقب بعمود الدين في اتحاد النفس بالجسد، وأنه يشبه اتحاد الإله بناسوته، لأن النفس مع الجسد طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين، فلا يعرف للنفس فعل إلا بالجسد ولا الجسد فعل إلا بالنفس، فطبيعتهما واحدة مركبة من طبيعتين. فإن قال أحد من الملكية، مين مقصود بالملكية؟
نعم، اللي هم ايه؟ الخلق دونيين. فان قال احد من الملكيه ان كورولوس صادق وان اتحاد اللاهوت بالناسوت لا شك فيه كاتحاد النفس بالجسد، لكن النفس والجسد طبيعتان، فالله الكلمه لا شك ان له طبيعه ازليه، وهو بلا شك قد اخذ من مريم العذراء نفسا وجسدا، وانتم قد قلتم ان النفس والجسد طبيعتان، فقد وجب عليكم ان تقولوا ان المسيح ثلاث طبائع، طبيعه ازليه وطبيعتي النفس والجسد، وذلك لقولكم ان النفس والجسد طبيعتان بالضروره. فنلزمكم هنا ان يقولوا ان النفس والجسد طبيعه واحده من طبيعتان، لئلا يلزمكم ان يقولوا ان للمسيح ثلاث طبائع. فاذا اقروا ان النفس والجسد مع اختلاف طبيعتهما طبيعه واحده مركبه، عليهم ان يقولوا ان الاله والانسان مع اختلاف طبيعتهما طبيعه واحده مركبه. فوجد انسانا فيما وجد فيه الها، ووجد الها فيما وجد فيه انسانا، كما قيل عن الماء والنار انه عندما يوجد نار يوجد ايضا ماء. هو بيتكلم عن الملكيه اللي هم بينكروا الاتحاد، يعني يقولوا لا ده طبيعتين. فيقول لهم طيب خلاص بقى، طالما هم طبيعتين فناخد بقى بالتفصيل. يبقى الانسان نفسه الروح طبيعه والجسد طبيعه، ويبقى اللاهوت طبيعه، يبقى ثلاث طبائع طالما ما بيكروش الاتحاد. هناخد بقى اقتباس من احد الاباء القديسين اللي مش بعاد قوي، الانبا يوساب الابح، عارفينه طبعا. يقول وفي رسالتكم لنا هل يا ترى درستم سائر الكتب وفهمتم دقيات غوامضها وحققتم ان الاعتقاد الحقيقي هو عندكم حتى اردتم ان تكذبون اليه، او يكون بواسطة وحي من السماء اخبركم عن حتى ألجأكم الامر الى ان تصلحوا بين طوائف المسيحيين؟ لأننا نحن اطلعنا على اعتقادكم فوجدناكم تقرون باتحاد الطبايع، أن الطبايع اتحدوا، وتنقضون قولكم هذا بقولكم في المسيح طبيعتين ومشيئتين وفعلين، وقد نقضتم معنى الاتحاد، لأن الاتحاد معناه الوحدانية، وقد تبعتم نصور الملحد لأن ذاك قال إن المسيح أقنومين، وقال لون مرشدكم بالصورتين، وهو ليس إن إناء واحدة موضوعة للمجد والكرامة والأخرى ملقية للسب والهوان، وقد بنى لكم بناء جديدا واعتقادا محدثا، وهدم ما قد بناه وعقده المجمع النقاوي، حيث قال من يزيد على هذه الأمانة أو نقص شيئا منها فليكن محروما، لأن باعتقاده في الصورتين قد صير في المسيح الواحد من بعد الاتحاد عبدا ومعبودا خالقا ومخلوقا، وقد نقض قول الأب كورولوس الكبير حيث قال من قسم المسيح الواحد إلى فعلين أو إلى أقنومين ولم يحسن أن يوحدهما اتحادا طبيعيا فليكن محروما. وقال أيضا الأب كورولوس من فرق أصوات المسيح المذكورة في الإنجيل المقدس وفي الكتب المقدسة ونسب بعضها للاهوت وبعضها للناسوت كما تعتقدون فليكن محروما. خلي بالكو، الأنبا يوساب الأبح كان في عصره مرجع لاهوتي، فكان في توقيت ما
بابا روما بعت رسالة بيدعو فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن يتحدوا إيه معاهم ويتبعوا نفس العقيدة. فالبابا حول الرسالة للأنبا يوساب الأباح يرد عليها، عشان كده يقول له هل بواسطة وحي من السماء أخبركم حتى ألجأكم الأمر لأن تصلحوا بين الطوائف المسيحيين؟ فكان ده جزء من رده عليه. برضو للأنبا يوساب الأباح كان في بعض مخطوطات أحد الآباء اللي تنيحوا نشرها للأنبا يوساب الأباح في كتاب اسمه يوسابيات، فجاب فيه الحاجات دهية الحقيقة. بيقول له فلنرجع الآن إلى ما كنا فيه ونقول كما قلنا أولا إن كل طبيعة تتحد بالأخرى. كلمة الله الآب أعني أقنوم الابن لما أراد أن يتحد بالطبيعة البشرية اتحد بالعقل الذي هو صورة الله، اتحد الإله البسيط بالعقل البسيط، اتحد أقنوم الإله بأقنوم الإنسان، اتحد أقنوم الإله بأقنوم الإنسان، اتحد اتحادا طبيعيا، لأنه حيث اتحد الأقنوم بالأقنوم اتحد الجوهر بالجوهر، حيث اتحد الإله البسيط بالعقل البسيط اتحد بالنفس والجسد معا اتحادا يفوق طبع البشر. حينئذ لا نغلط في شيء إذا قلنا أن الإله صار إنسانا، هكذا قال الإنجيل المقدس إن الكلمة صار جسدا. ويقول بولس الرسول أيضا إن كنا عرفنا المسيح بالجسد فلسنا الآن نعرفه جسدانيا، ومن أجل هذا فلا يقال إن المسيح بعد الاتحاد طبيعة وطبيعة، وندخل في التجسد الكمية، ولا نقول بالاختلاط والامتزاج كأطاخي، ولا نفرق ولا نفصل مثل نسطور، ولكننا نعترف بطبيعة واحدة الله الكلمة المتجسد مثلما قال الأب الكبير البابا كيرلس. وقد بيّن لنا أيضا معنى الاتحاد في الحرم الثالث حيث قال من فرق بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين وطبق بعضهما ببعض بالصحابة فقط أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان وليس يوحدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. ويقول أيضا الأنبا يوساب فقد اتحد الأقنوم بالأقنوم والطبيعة بالطبيعة وصار أقنوم واحد ومسيح واحد، أقنوم من أقنومين وطبيعة من طبيعتين. وفي موقع آخر من نفس الكتاب يقول حيث قال ليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، أعني ابن البشر الذي لم يزل في السماء، لأنه حيث اتحد الأقنوم بالأقنوم والطبيعة بالطبيعة بل والأزلي بالزمني فقد صار الزمني أزلي والأزلي زمني من جهة الاتحاد. ويقول في موقع آخر وأما نحن فإننا مقرين ومعتقدين في المسيح أنه طبيعة واحدة من طبيعتين وأقنوم واحد من أقنومين
وجوهر واحد من جوهرين. ده كله الأنبي ساب الأباح. أنبي سوزوروس بقى اللي هو اللي كاتب كتاب البينات الواقية والبراهين الثاقبة اللي اتكلمنا عنه من شوية، يقول فالمسيح إذن واحد أم اثنين؟ يقول إن المسيح واحد من اثنين، وجوهر من جوهرين، وأقنوم من أقنومين، وطبيعة من طبيعتين، إله متأنس. ده كله بالاتحاد الايه؟ الطبيعي والأقنومي، بس أنا مركزين النهاردة على الاتحاد الطبيعي. يعني التعبيرات دي متهيألي في كتير ما بيسمعوهاش من زمان أو ما سمعوهاش، ممكن تبدو غريبة على البعض. لو كنا قلناها كده من غير ما نجيب شهادات يقولوا ده بيقول ايه الكلام ده، بيجيبه منين، ده هرطقة دي ولا ايه. كلها كتابات أبائه. من برضو كتاب الأنبا إيسوزوروس يقول كما وأن كيرلس البطريرك مطرقة الهراطقة وعمود الدين، لم ينكر أقنومية المسيح من جهة الناسوت قائلا، مفروض المرة القول ده كنا نجيبه المرة الجاية في الاتحاد الأقنومي الحقيقة، بس احنا جايبين لان زي ما قلتلكوا متداخلين مع بعض شوية، بس خليكوا فاكرين وما تنسوهوش. من فرق بعد الاتحاد المسيح الواحد الى أقنومين وطبقهما في بعضهما بعض بالمصاحبة فقط، ام بالعظمة ام بالقدرة ام بالسلطان، وليس بأحد، وقال ليس يحسن توحيدهما أو بأحسن يوحدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. انظر الاثني عشر حرما التي القديس كيرلس مدرجة بأعمال كتاب أعمال مجمع خلق دنيا المطبوع برومية بيد الكاثوليك، اللي هو كتاب مضمون المجمع الخلقدوني اللي اتكلمنا عنه في الكورسات الأولى. فمن هنا يتضح أن المسيح من أقنومين، وبالاتحاد الطبيعي صار واحدا، فكذلك المسيح من طبيعتين، وبالاتحاد الطبيعي صارتا واحدة، وإن أنكر الثاني فلينكر الأول وبالعكس. هنرجع برضو لكتاب ماري أغناطيوس يعقوب، المسيح الواحد المركب، طبيعة واحدة مركبة وأقنوما واحدا مركبا. بيقول أما قوله إن القائلين بالامتزاج وبطبيعة واحدة للناسوت واللاهوت وبتألم الطبيعة الإلهية إلى آخر، فيريد به النيل من القديس كيرلس الإسكندري سيرا مع الهوى قناصور وأشياع، والذين اتهموه بهذا اتهموه انه بيألم اللاهوت يعني وبيعمل امتزاج، اتهموه بهذا اذا لم يمالئهم في تقسيم المسيح الى طبيعتين، بينما لم يقل بهذا لا كيرلس ولا ديوسقورس ولا احد من الارثوذكسيين، لكنهم إنما يقولون بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، أو بأن للمسيح الواحد المركب طبيعة واحدة مركبة وأقنوما واحدا مركبا، طبيعة واحدة من طبيعتين وأقنوم واحد مركب من أقنومين. في كتاب برضو ماري أغناطيوس تاريخ الكنيسة السريانية قل طبيعة واحدة للمسيح بعد الاتحاد، اعتقدت الكنيسة بطبيعة واحدة من طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد العجيب بدون اختلاط أو امتزاج أو استحالة، وبأقنوم واحد مركب من أقنومين.
ونكتفي بهذا القدر فيما يخص الاتحاد الطبيعي النهاردة، وندي فرصة للأسئلة يعني.